السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين في ظل تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد وباقي محافظات العراق، بينما يؤكد المتظاهرون عزمهم على الاستمرار في التظاهرات لحين تلبية جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام. نرحب بضيوفنا عبر سكايب من مالمو الكاتب والمخرج العراقي الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي، مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا. وسيكون معنا عبر الهاتف من أثينا الدبلوماسي العراقي سعادة السفير فاروق الراوي. سعادة السفير، مرحبا بكم. ولحين أن يتوفر سعادة السفير، أيضا ستنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية الأستاذة ذكرى عبد الصاحب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بضيوفي في هذه التغطية الخاصة التي سنتحدث عنها، عن مآلات استقالة عبد المهدي وأيضا الأمور التي تحدث خاصة في مدينتي الناصرية والنجف. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ مع الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن بأنه سيقدم طلب الاستقالة إلى البرلمان، لكن تعتقد أن أثناء يعني بعد تقديم الاستقالة يعني تحققت ولو جزء كبير من أهداف المتظاهرين؟ نعم تفضل. أهلا بك. أهلا بك، تحية لك لقناة الرافدين ولمتابعيها ولأبناء وطني في داخل العراق وخارج العراق، وتحية لكل الأحرار في المتظاهرين في بغداد، في مدن جنوب القلب، في كل مكان داخل الوطن الجريح اللي يحاول أنه يعيد مكانته بين الأمم والإنسان. الحقيقة القرار استقالة عادل عبد المهدي، يعني هو استقبلوه العراقيين، واحنا الحقيقة كنا متوقعين هذا الشيء. استقبلوه بالكثير من الاستهجان والسخرية الحقيقة، واحنا متوقعين يعني انه في اخر المطاف، يعني وكأنه هو كان في نزهة، يعني خلال هاي الشهرين الدمويين اللي اشرف واللي كان يشاهد سقوط هذه الشهداء الجميلة، الشباب الحلو، وبالمناسبة يعني كأنه الله يختار أجمل الشهداء، يعني شهداء بعمر الورد، وشهداء بهذا الجمال وبهذا العنفوان وهذا الانتماء الحقيقي وبهذا الوعي، لذلك هم أمعنوا بالقتل. قرار استقالته الحقيقة يعني شيء يكاد يكون، يعني هم يضحكون على أنفسهم في هذا القرار. هذا القرار كان أشبه باستبدال، يعني استبدال دمية بدمية الشباب، وهذا القرار الحقيقة يعني كنا متوقعين أنه خطب المورفين آمين، أو خطب الجمعة، أو الخطب اللي تطلع كل جمعة، يعني وكأنه العراق في نزهة، كأنه المتظاهرين في نزهة. هذا الخطاب، هاي الخطب كانت ممنهجة الحقيقة، يعني دا يشتغلون بموضوع تقية من أجل امتصاص زخم الثورة، وهم خطأانين يعني. وأنا هذا الحديث أوجهه إلى الصافي والكربلائي. طيب، الصافي والكربلائي هم يعلمون أن السلطة التي أتت بعد الاحتلال بمباركة قائمة 555، لأن احنا العراقيين أصحاب ذاكرة موجوعة محفورة بالألم والخيانات، هم اللي الآن يمارسون القتل، يعني اللي تحولوا إلى مافيات ولصوص وقتلة وسراق للمال العام، وضيعوا العراق وتاريخنا وحتى ذاكرتنا الجمعية والذاكرة الثقافية. لذلك هذا القرار، يعني الحقيقة يعني العراقيين زادهم إصرار، وإحنا شفنا بعد ما صرح عادل عبد المهدي، والعراقيين يسمونه عادل عبد العدسي، يعني الحقيقة دكنا الآن، خاف ما واصلت أنا روصل هيام من خلال
قناه الرافدين، طيب انه زادت الجماهير. يعني البارحه شفنا المشهد الرائع لهذه الجموع الرائعه من متظاهري بغداد والمحافظات، وزاد اصرار، لانه المطالب المتظاهرين حقيقه تتاكد على الغاء العمليه السياسيه، الغاء الدستور، الغاء الرصاصات الثلاث والرئاسات الثلاث. من هذه نعم. من هذا المصطلح استاذ علي ريسان انتقل الى الاستاذه ذكرى عبد الصاحب. استاذه ذكرى مساء الخير. مساء الخيرات، شكرا جزيلا لكم ولقناتكم ولضيوفكم. أستاذة ذكرى، أنتم خرجتوا في تظاهرات من أجل إزاحة النظام الفاسد وأيضا الأحزاب السياسية التي شكلت كل هذه العملية السياسية، وأيضا خرجتوا ضد الميليشيات التي يعني أصبحت هي صاحبة الكلمة الفصل في تأسيس ما يسمى بالدولة العراقية. ليش ما اقتنعتوا عندما قدم عبد المهدي استقالته؟ ليش ما رجعتوا للبيوت؟ شنو اللي طالبون بعد أكثر من موضوع الاستقالة؟ أحسنت بالضبط. حقيقة تعودنا من هذه الحكومة، الحكومة اللاشرعية التي جاءت ب20% مخالف لقوانين العالم، جاءت بأكذوبة وتبقى تكذب على المجتمع وتبقى في مراوغاتها وفي التواءاتها، وكأنها تلعب لعبة الغميضة اللي احنا نعرفها ايام زمان عند اهلنا، انه يغمض عين ويفتح عين. فهؤلاء يلعبون مع المجتمع ومع الشعب مع المتظاهرين لعبة الغميضة، انه وهم يكذبون وهم غير صادقين، لانهم متمسكين بالكرسي، لا يهمهم اي انسان، لا تهمهم الدماء التي تسيل يوميا بالالاف من الشباب من بين جرحى وشهداء رحمهم الله. بالمناسبه نعزي جميع اهلنا ونعزي انفسنا بهذه الدماء التي سالت لارواح الشهداء الذين غادرونا رحمهم الله. حقيقه الحكومة اللاشرعية لا يهمنا منها لو كان زيد أو عبيد جاء أو رحل، لا يهمنا منهم أي شخص، إن كان عبد المهدي أو الحلبوسي أو برهم أو أي شخص من عندهم يصعد ينزل، لا يهمنا. هو تهمنا العملية السياسية برمتها، تهمنا الحكومة برمتها، تهمنا كل الأسماء الموجودة بهذه العملية السياسية الموبوءة من هم ومن ميليشياتهم الذين الآن يهدوهم وكأنهم عفوا للكلاب، وكأنهم خنازير يأكلون بلحم أولادنا. يعني الميليشيات دمرت الشباب حقيقة، سرايا عاشوراء وسرايا السلام وسرايا الخرساني وسرايا ما أعرف شنو، كل من خلى جوه أبطى مجموعة أو المجرمين اللي يقتل بهم شبابنا، اللي يصفون بهم شبابنا. فيعني حقيقة احنا لا يهمنا عبد المهدي ولا يهمنا، صح هي نعم نحن انتصرنا، نعم هذه كسر جزء من العملية السياسية هو استقالة عبد المهدي أو أي شخص من الحكومة، لأنه ستلحقها خطوات قادمة إن شاء الله. طيب أستاذ علي ريسان، المتظاهرين يعني أكدوا أنهم لن يقبلوا بمسألة فقط أن يقدم عادل عبد المهدي استقالته، لكن أيضا طالبوا بأنه يجب محاكمته، وذلك لأنه القائد العام للقوات المسلحة هو الذي أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين. لكن هنا السؤال، يعني عادل عبد المهدي وحده يتحمل دم الشهداء والجرحى الذين سقطوا في ساحات التظاهر؟ الحقيقة كما تعرف زميلي وصديقي المحاور، أنه عادل عبد المهدي هو القائد العام للقوات المسلحة، بالمحصلة هو يجب أن يقدم إلى المحاكمة، ولكن المحاكمة ليس عبد المهدي هو الذي اقتنص المتظاهرين واختطف المتظاهرين، ويعني هو ليس دراغولا وحده، يعني عنده أدوات. فبالمنطق عبد المهدي والسلطات الثلاث، عبد المهدي ومعه رئيس الجمهورية، عبد المهدي ومعه رئيس البرلمان، طيب. عبد المهدي وكل السياسيين وكل الأحزاب اللي مشاركة وكل العمائم والمراجع اللي أيدت هذا خلال شهرين. يعني احنا ما كنا في نزهة الحقيقة، يعني الشعب العراقي ليس خارج في نزهة من أجل مطالب بسيطة أو من أجل خدمات. الشعب العراقي، وهذا يعني رسالتي يعني للمراجع والمتنفذين والقوى السياسيه اللي تدعمهم، يعني احنا الشعب العراقي من غادرنا من خرجنا
كمواطنين، كشباب، كأحفاد، كشيوخ، كل فئات المجتمع، طلعت من أجل رفضكم وإلغاء هاي العملية السياسية. يعني رفضكم لأنه الشعب بالمنطق، صيرورة الشعوب بقيامة الشعوب، هو مصدر السلطات. طيب. لذلك الشعب الآن هو صاحب القرار، وليس المرجع، وليس الخطبة، ولا يعني الخطبة، خطب الجمعة، خطب المورفين آمين، اللي تحاول أنه تزيدهم ديمومة، مثل أمبول المغذي. لذلك العراقيين الآن، مو فقط استقالته، عادل عبد المهدي بمنطق الإنساني والعدالة الاجتماعية والقانون الدولي هو مجرم حرب، مجرم حرب مع سبق الإصرار والترصد، ويجب أن يقدم. والحقيقة بالمناسبة، إحنا مو فقط السلطات، حتى يعني القضاء الأعلى، يعني دائرة القضاء الأعلى ومدحت المحمود، وذول اللي جابهم حزب الدعوة وغلغلهم، وعاض السلاطين والمستشارين، وكل ذول المنتفعين وعاض السلاطين أيضا يتحملون وزر هاي دماء الشباب اللي سقطت. لأن الشباب اللي سقطت ما طلعت من أجل وظيفة، طلعت من أجل وطن. إحنا نريد العراق أن يتنظف من هاي الأدران، يتنظف من هذا الإسطبل اللي يجمع الاحتلال بكل تلاوينهم. العراقيين الآن يصفوكم أنتم مجرد حيوانات مفترسة، يجب أن تحجروا وتحاكموا باسم العراق، باسم الإنسانية، باسم الله، باسم الشرائع، باسم الدين، باسم كل القيم العراقية اللي وصلتوها إلى هذا المخاض وهذا الانتصار. إحنا الآن ننتظر نعد الأيام، والقادم إن شاء الله لصالح العراق والمنتفضين. طيب أستاذ ذكرى، يعني ارتفاع أعداد الشهداء في بغداد والنجف، وكان آخرها طبعا مجزرة الناصرية التي حدثت هناك، لكن نشوف بأنه حدة التظاهرات ما انخفتت، بالعكس، على الرغم من كل هذه التضحيات التظاهرات في تصاعد مضطرد متصاعد أيضا. هاي هي الديمقراطية اللي جو بيها مع الاحتلال الأمريكي عام 2003، خاصة أنهم عندما دخلوا بغداد ودخلوا العراق في عام 2003 قالوا بأن يعني جلبنا معنا الحرية. أريد نعرف من عندكم كمتظاهرين، هل مفهوم الحرية والديمقراطية قتل المتظاهرين اللي يكفل الدستور الذي وضعوه هم يكفل حرية التعبير والتظاهر في العراق؟ هيش الديمقراطية تفسر؟ هيش حرية التعبير تفسر بالقتل والدماء؟ ذكرت مسبقا ان الدم العراقي غالي حقيقه، كل انسان عندنا غالي يعادل هذاك الحساب. فكل يوم عندما يسقط عندنا شهيد، يعني احنا بدنا نقولها حتى بالتظاهرات، نموت 10 يعني، نموت 100، نموت 1000، نموت مليون، ما يهمنا هذا، لكن هو المهم هو ثباتنا على قضيتنا. وكل ما يأذونا وكل ما يضربونا وكل ما نفقد من اعزائنا، فلذات اكبادنا الشباب، نفقد من عندهم شخص واحد مو عشرات، هذا يخلينا اكثر يعني نغلي واكثر تمسكا بقضيتنا، واكثر يعني نريد ان نتخلص من هذه الحكومه الفاسده، حكومه القتله. فاحنا يوميا في تصعيد مستمر، والان بدات المحافظات التي لم تتحرك من قبل بدات الان هي تتحرك، ويوم الاحد ان شاء الله هناك لهم موقف. امس واليوم وغدا هناك حتى بعض المتظاهرين ينضمون إلا من بقيه المحافظات الاخرى، يعني الغربيه وال يعني كثير من المناطق التي لم تتحرك من قبل، التي كانت تخاف من جرم الحكومه، لانه سابقا كان عندهم داعش وغيره، يعني كانوا مأذيهم بهذه المسميات وهذه المرتزقه مالتهم. فحقيقه يعني احنا كل يوم نزداد اصرارا، نزداد تشددا على هذه الحكومه، لانها حكومه كانها نعامه تدس راسها في التراب، لا يهمها الانسان، يهمها فقط عندما ياتي القرش الاحمر ترفع راسها لتتلقى هذا القرش، تضعه في جيبها. هم يفتحون جيوبهم للسمسره وللمراوغات والسرقات وللتزوير، هم فقط ينظرون الى المبالغ الماديه وكم سيحصل كل منهم على هذه الصفقات التي يتفقون مع الشركات ومع الدول الاخرى. طيب استاذ علي، استاذ اسف المقاطعه، ولكن استاذ علي ريسان، اللجنه المنظمه لثوره تشرين تقول الاحزاب الفاسده تحاول عن طريق
يعني عادل عبد المهدي قدم استقالته، تقول هذا هي خدعة للثوار والشعب. ليش؟ باعتبار أنه تقديم عادل عبد المهدي لاستقالته هو ككبش فداء للتغطية على الجرائم التي مارستها الأحزاب السياسية والميليشيات طوال 16 سنة الماضية. تعتقد مسألة استقالة عادل عبد المهدي انطلت على الثوار، هذا الثائر الواعي في ساحات التحرير؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس، زادتهم يعني الثوار الآن. شوف ما يفرح الآن العراقي في داخل العراق وخارج العراق، من يساند يشارك يساهم يعتصم ينام في الخيمة منذ شهرين، ما يقارب الشهرين، هو أصرارهم أنه بالمحصلة من التصريم، إحنا بالمحصلة إحنا أصحاب حق وأصحاب ضمير وأصحاب انتماء حقيقي، وبالمقابل هم مجموعة لصوص أثاقين موبوئين حثالات صعدوا على أكتاف الطائفية التي انتصر عليها الآن ثوار الأحرار. لذلك الآن أي نفس طائفي حاول أن يخترق المظاهرات يقمع بأحذية الثوار وليس بأفكارهم، بأحذية الثوار. لذلك الآن يعني إذا كان هو كبش فداء ويحاكم، كبش فداء، كلكم سيأتي مصيركم مصير عادل عبد المهدي. الحقيقة يعني بالضبط يحاولون أنه يتوقعون أنه مثل ما يعني جراح أبنائنا في سبايكر والصقلاوية وأبناء الموصل واللي ما زالوا مدفونين في 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 نينوى والحجباء وفي بيجي والعلم والمقدادية والشهداء يوم الأحد الدامي والاثنين الدامي والأربعاء الدامي وشهداء الكرادة. يعني يتوقعون أنه العراقيين بدأوا تطبعوا يعني تهجنوا على الألم، هذا الألم تراكم. الآن ثوار التحرير مو فقط يريدون يقتصون من الشهداء اللي سقطوا بثورة تشرين، ثورتنا الآن المباركة، لا، يريدون يقتصون من كل القتلة اللي ساهموا بقتل ومجازر اللي صارت في سبايكر وبالصقلاوية وفي الفلوجة وبالغربية وكل مدن العراق، كل مدن العراق، حتى في شمال العراق أكو بعض المسائل اللي مخفية اللي راح تظهر. والحقيقة بالمناسبة أكو شيء أريد يوصل للعراقي، نعم، في سنوات اللي حكم، يعني خلال هاي الفترة اللي حكم بها عادل عبد المهدي، قدم تنازلات لعائلة مسعود وليس للشعب الكردي. أريد أفرق، نعم، لعائلة مسعود تنازلات كارثية، يعني لو انكشف عليها كشف عنها إن شاء الله أكو ناس وطنيين حقوقيين وراح يبتون. التنازلات اللي قدمها خلال هاي السنتين لعائلة مسعود لم تحدث في كل الحكومات السافلة اللي مرت بعد الاحتلال، لأنهم هم كلهم خونة. والآن الشيء اللي العراقيين يضحكون عليه، الآن بدأت صور بعض القتلة والخونة ترشح يعني مكان، يعني مثلا بعض وعاظ السلاطين والمنتفعين وأصحاب الخدمة الجهادية وأصحاب وجماعة الوطن يوجعني، الآن يروجون إلى نوري المالكي اللي هو أصلاً مطلوب مجرم حرب عن جرائم سبايكر وضياع المدن الثلاث، الرمادي والموصل وصلاح الدين خلال فترة حكمه وضياع المليارات وسرقة المليارات. يرشحون عزة شاه بندر اللي هو عديل مشعان الجبوري في الصفقات والخيانات، واللي تحدث قبل ما يلتقي بعادل عبد المهدي قبل أيام أنه مو مشكلة لأنه الدولة باقية، وهذا النزيف يعني هذا الدم البريء، هذا الدم الجميل لشبابنا العراقي ممكن أنه يكون ضريبة بقاء الدولة. هي أي دولة نتحدث عنها يا صديقي؟ إحنا لو عندنا دولة حقيقية ممكن أن تتحاور مع السياسيين، إحنا ما عندنا سياسيين، خلي يفهمون، أنتم لستم بسياسيين، أنتم مجموعة صوت أتيتم مع المحتل، حاولت المرجعية خلال هاي السنوات أن تصنع منكم رجال دولة، لم تصنع منكم رجال دولة، صنعت منكم مافيات سياسية. طيب، سرقت البلاد. أنا راح أجيك بهذا المفصل، ولكن ربما يكون من طريق آخر. أنتقل إلى الأستاذة ذكرى. أستاذة ذكرى، من ناحية التوقيت هناك من يقول، وهم كثر طبعا،
يقولون الأحداث اللي صارت في محافظة النجف زادت أكثر بعد أن احترقت القنصلية الإيرانية في تلك المحافظة بالنجف. ليش من صارت المجازر التي حدثت في يعني في بغداد بساحات التحرير، ليش من تفضوا ودافعوا عن الدماء التي سالت هناك؟ ليش الأجهزة الأمنية الحكومية وخاصة الأحزاب يعني نشوفهم بأنه انتفضوا وثأروا لأنه المتظاهرين قاموا بحرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، ما السبب في ذلك؟ حقيقة لم يخفى على الجميع أنه الحكومة هي إيران نفسها، يعني الحكومة هي ممثلة لإيران، هم مرتزقة إيران، فيتحكم بهم قاسم سليماني. حقيقة لماذا لم يعني تكون نفس النجف بغداد؟ لأنه حاولوا جماعة بغداد أن يصلون إلى القنصلية، إلى السفارة الإيرانية في بغداد، لكنها أغلقت الجسور في وجههم وحفت القتلى عشرات الشهداء من شهداء شبابنا، فما قدروا يوصلون، وإلا كان نفس الموقف ونفس ردة الفعل اللي تكون في النجف تكون في بغداد. فحقيقة لأنه انكسر خشم إيران، حقيقة أحكيها بالشعبي، أنه انكسر خشم إيران في حرق سفاراتهم، في حرق قنصلياتهم، فهذا يعتبر أنه طرد لهم وأنه خسارة لهم بالعراق، وأنه سوف الشعب راح يأخذ موقف من أي إيراني مهما كان. والدليل أنه هناك قافلات جاءت للزيارة أرجعوها المحافظات الأخرى، قال لهم نحن لا نريد أي إيراني بالعراق. طيب، لكن ممثل المرشد الإيراني واحد اسمه حسين شريعة مداري دعا الحشد باقتلاع جذور من أقدم على حرق القنصلية في إيران. وين السيادة العراقية إذا كان ممثل المرشد يعطي توجيهات للحشد بأنه اقتلاع جذور من أقدم على حرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف؟ بالضبط، هذه الحكومة التبعية، هذه تبعية إيران، ولهذا أنا قلت لحضرتك هم كل أوامرهم بيأخذوها من إيران، والدليل أنه حتى شفنا صور من جيش إيراني يعني لابسين العلم الإيراني يقتلونه ولدنا. يعني إيران جذورها باقية في العراق منذ مئات السنين اللي هم زرعوا إيران في بلادنا، وإيران تحاول تحصل أي ثغرة من العراق حتى تدخل وتعتبر ملحقية لإيران، يعتبرون العراق ملحقية لإيران، ملحقية يعني شلون تقول يعني تبع أو يعني والدليل أنهم نفذوا أجندات كثيرة على شبابنا، جابوا مخدرات واستغلوا شبابنا بالأخلاقيات، ويعني كثير أمور، يعني حاولوا أنه يستصغروهم من خلال الزيارات، أنه يمسح حذاءه وأنه يجيب حذاءه العفو يعني ويخلي رأسه حدا على رأس الشاب، يعني بهالشكل هذا حاولوا أن بأي طريقة أن يذلون شبابنا. لذلك هم كانت ردة فعلهم كلش قوية، أنه ما كانوا يتوقعون أن العراق راح يرفضهم بهذا الرفض، كانوا يتوقعون أنه من طبق من ذهب أنه العراق أمامهم يأخذون ما يشاءون منه، لذلك كانت ردة فعلهم جدا قوية. أستاذ علي ريسان، أنا ما أريد أحبطك ولا أحبط المشاهدين، لكن أنت ذكرت قبل قليل بأنه ذولا اللي جوي مع الاحتلال وأيضا أسسوا بما يسمى برجال شبه دولة أو شبه رجال الدولة إن صح التعبير. هذولا اللي جوي مع الاحتلال، البارحة كنت أتابع القناة الحكومية التابعة للحكومة، واستضافوا فيها عضو مجلس النواب وقاموا يحكون بالدستور. الدستور الحالي حسب ما ورد في هذا اللقاء يقول هذا عضو النائب، يقول رئيس الجمهورية حسب الدستور، ما أعرف يا فقرة أعتقد 67 قالها أو 38 ما أتذكر، لأنه هو ذكر فقرتين. يقول رئيس الجمهورية عندما يقدم عادل عبد المهدي ورقة طلب للاستقالة لمجلس النواب، قول مثلا وافق مجلس النواب على قبول الاستقالة، يقول رئيس الجمهورية هو اللي راح يختار شخص على ضوء أي كلفة بتشكيل الحكومة. يعني تعتقد حترجع نفس الوجوه؟ لأنه أو يقول لك ضمن الفقرة الدستورية راح يكون اللي يشكل الحكومة هو الأعلى نسبة في مقاعد داخل البرلمان، يعني النسبة الأكبر هي اللي حشكل الحكومة. إذن إحنا رجعنا للمربع رقم صفر، ذولا نفسهم حيرجعونا؟ يقبل المتظاهرين بأنه نفس الوجوه تعاد
مرة أخرى إلى الساحة السياسية في العراق؟ نعم، حقيقة هذا سؤالك ذكرني بمثل يعرفه العراقي، نحكي بالمحكي، يقول ودع البزون شحمه، يعني بالضبط انت تسلم السلطه الى نفس السراق. يعني ما اعرف، يعني انت اذا 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 ضمن الدستور، هذا الدستور اللي هو احد اسباب تدمير الحياه والمواطنه العراقيه، يعني بالضبط فصلوه. يعني انا مرات يطلعوا لي بعض القانونيين ذولا المنتفعين من الوضع العراقي، المخصصات والافادات، يعني معروفين للعراقيين، يحكوني عن الدستور. انا اتحدى اي مواطن يعني ما عدا هم اللي فصلوه يعرف تفاصيل هذا الدستور. الدستور كتبته بشكل طائفي، يعني هو يعني حتى العراق هذا التاريخ العظيم اللي هو اشوري كلداني مندائي، يعني اكدوا سومر وبابل، وهذا حتى هاي لغيتوها سويتوها على قوميات عده، واحنا ما نؤمن بهذا الشيء، لان احنا تربينا العراقيين من ان شكل وعينا انه احنا عراقيين، يعني عراقيين حد الشهاده. انتم اتيتم لانهم لا تملكون يعني مواطنه ولا تملكون مشروع لبناء دوله، اشتغلتم على الطائفيه، والطائفيه كانت يعني بقرار، يعني حتى يعني يعرفوا العراقيين من مشهد السيناريو اللي رسمه قاسم سليماني بتدمير المرقدين العسكريين في سمراء العراقي. لذلك يعني اعطاء يعني القاء الورقه في 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 يعني بموافقه بتبديله من قبل رئيس الجمهوريه برهم صالح، اللي هو اساسا جاء بطريقه طائفيه، لانه ماكو بالعالم الوطني يتشكل من خلال شخصيات هذا 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 قومي وهذا عنصري وهذا طائفي وهذا سني وهذا شيعي. انتم شكلتوه العراقيين الواعين اللي ينتمون. انا اتمنى ان يكون رئيس الجمهوريه اشوري بس وطني، اتمنى ان يكون رئيس البرلمان كردي بس وطني، اتمنى ان يكون رئيس الوزراء تركماني بس وطني. هذا هو منطق بناء الدوله. العراقيين الان يريدون يبنون هاي الدوله، مو دولتكم اللي بنيتوها على اساس طائفي وقومي وعنصري. بس همني يقول لك استاذ علي، همني يقول لك احنا مين نختار؟ يعني اذا رئيس الجمهوريه يعني صدقت هاي المقوله مال الفقره بالدستور، يقول لك انا مين اجي، يعني مين اجيب ناس حتى يستلمون الحكم؟ لكن سؤالي، هل يقبل المتظاهر نفس الوجوه تعاد؟ يعني احنا على مدى 16 سنه، يعني اللي كان عضو بالبرلمان صار وزير، بعدين من صار وزير بالدورة الجديدة رجع عضو برلمان، وهكذا يعني دائرة تدور. يعني خلي على قولة العراقي قطنا ويشيلوها من الذل. طيب. يعني ما العراقي يرجع، واحنا قلنا لهم صبر العراقيين صبر أيوب، احنا صبرنا فاق صبر أيوب، حروب وهذا، يعني العراقي جلد على الوجع. هذا الوجع الآن طلع منا انتماء، طلع منا انبثق من داخل العراقي، عراقي جديد، عراقي جديد يلفظ كل هاي العملية السياسية، يلفظ هاي العملية السياسية بالطريقة السلمية، والطريقة السلمية هم لها حدود. افتهموا العراقي، كافي دماء. هاي الشباب الحلوة اللي تسقط، انتم الآن تنفذون مشروع ولاية الفقيه، ولاية السفيه خامني، من خلال زج، يعني معروفة للعراقيين، اكو ميليشيات أفغانية شيعية دخلتوها من أفغانستان وتدربت، والآن بالعراق موجودة جماعة الحرس الثوري. لأنه أنا ما أتوقع عراقي نبيل راضع من حليب أم الطاهر يحرق علم عراقي، وشفنا مشاهد كثيرة لحرق العلم العراقي. نعم. ذولا مو عراقيين. طيب. ذولا مو عراقيين، أو إذا كان عراقي فكان طفولته وتربيته. على ذكر الهوية الوطنية اللي تفضلت بها أستاذ علي، أنتقل للأستاذة ذكرى. أستاذ علي ريسان تحدث عن الهوية الوطنية العراقية الجامعة. أجيب لك مثال حدث البارحة في أقرب وقت، يعني كان الفلوجة ما احتفلت بفوز المنتخب الوطني العراقي على الإمارات، وذلك يعني احتراما لذكرى احتراما لدماء الشهداء. في ديالى اشعلوا شموع، في سامرة، في تكريت، في ابو غريب، في بعض المناطق حقيقه تفوتني، ولكن اغلب المناطق شعلوا شموع، وذلك
يعني حدادا على الدماء التي سقطت، على الأرواح التي سقطت في ساحات التظاهر في النجف والناصرية، للناس اللي انقتلت واستشهدت في النجف والناصرية. الحكومة تخاف من الوحدة الوطنية؟ يعني مو من مصلحتها ابن الفلوجة يشعل شموع وما يحتفل لأنه سقطوا شهداء بالنجف والناصرية؟ الحكومة تخشى من هذا التلاحم الوطني ست ذكرى؟ نعم، نحن قلنا أن الوطنية ليست شيء مكتسب، وإنما هي يعني منذ الطفولة، يعني هي شيء يتربى مع الإنسان، يعني يولد الإنسان على الوطنية، يولد وهو يحب المكان، يحب وطنه. هذه الوطنية شيء غير مكتسب، ولا أحد يعلم للإنسان الوطنية. الإنسان الغير وطني بما معناه هو منتمي إلى جهات أخرى، يعني وهذا ما نلاحظه عند الحكومة بالضبط، يعني أنها لا تمتلك الوطن، لا تمتلك حب الوطن، ولا حرص على الوطن، ولا حرص على المواطن، ولا حتى على دمائه، ولا حتى على كرامته أصلا. لو كان هم حريصين على كرامة الإنسان العراقي ما وصلوا لهذا الحد من الثوره، من الانتفاضه، من انه يعتصم بالشوارع حتى يستجدي لقمه العيش من حكومه فاسده. حقيقه العراقي انسان وطني، انسان محب لوطنه في كل المحافظات، يعني هسه اي مكان تروح، يعني الموصل قد يحبون محافظتهم، النجف قد يحبون محافظتهم، نفس الوقت ينتمون الى العراق، يعني ليست فقط المكان المحافظه وانما البلد كامل. ايضا نفس الوقت دول العالم كل انسان تروح تلقيه هو منتمي لوطنه، منتمي لهذه الارض اللي عاش عليها واكل من عندها وتربى عليها واكتسب كل تقاليده. فالحكومه بالضبط هي تخاف من الشعب، تخاف ان يتكاتف الشعب، تخاف ان يتآلف الشعب على كلمه واحده، لانه حيكشفوهم وحيكشفون فسادهم. الشعب الان كلمته واحده وهو الكلمه الفصل للساحات حقيقه، يعني الكلمه الفصل في تشكيل حكومه وفي اي قرار الان يؤخذ هو راي الساحات العراقيه في كل محافظات العراق، وراي الشباب اولا واخيرا في الكلمه الفصل في كل تشكيله من الحكومه وفي اي قرار يؤخذ. المفروض يعني الايام القادمه سوف لن يعني يمرر اي قرار، اي حكومه، اي شخص غير مرغوب به، يعني حتى لو كان الشخص اللي نصبوه نفسهم الشباب كان انسان فاسد ومحقق تطلعاتهم ورغباتهم، رأسا يزال بنفس الوقت، يعني وبنفس الطريقة اللي انزالت فيها الحكومة. وإن طيب. شاء الله الأيام القادمة حبلها بكثير من المفاجآت. طيب أستاذ علي، عمار الحكيم، يعني جماعة عمار الحكيم هم المسؤولين عن الشهداء اللي سقطوا في مدينة النجف، وذلك لأنه تم إحراق القنصلية الإيرانية في النجف. طيب شريعة مداري اللي هو ممثل المرشد علي خامنئي يقول إضرام النار من قبل المتظاهرين في القنصلية الإيرانية هو إضعاف محور المقاومة، ولكن هذا كله ما يهمني، لكن اللي يهمني بأنه هذا الشخص هاجم المتظاهرين ووصفهم بالأوباش المأجورين. من اللي مأجور يعني في عملية احتلال وغزو العراق؟ المتظاهرين السلميين اللي خرجوا حاملين الكتب. اليوم شفت على شاشة قناة الرافدين، شفت يعني شاب لازم كتاب يقول نحن نحارب بهذا، كتاب يعني فتحوا هناك مكتبة، أنت حضرتك سيد العارفين يمكن أعرف من عندي باعتبارك إنسان تهتم بالثقافة أكثر من عندي، فتحوا مكتبة وفتحوا إذاعة، لكن نحن نتحدث عن الكتاب. يقول أنا سلاحي هذا وشايل كتاب وموجودة مبسطين كتب للذين يريدون يعني القراءة والتفكر أكثر. من المأجور، هؤلاء الشباب الواعي المثقف أم المأجورين اللي إجا بيهم الاحتلال وإيران إلى العراق؟ نعم، الحقيقة يعني هم المأجورين، هم المأجورين لأنه هم بالأساس يعني عندهم مشروع، وما يصرح به يعني ذول السفلة اللي موجودين بإيران وذيولهم في العراق هو واقع حال، يعني ما نتفاجأ يا صديقي، لأن هم يعتبرون العراق جزء من بلاد فارس، وهذا بتاريخهم وبمدوناتهم، يعني بالحقيقة حتى يفتهمون يعني بعض المضللين أو بعض الناس اللي ما زالوا يؤمنون أنه إيران تهتم بالجانب الشيعي
هذا مهم جدا اريد اوصله. نعم. ايران ما لها علاقه بالجانب الشيعي، الايرانيين حتى في الاعياد احنا في اوروبا من نعايدهم نقول لهم ايامكم سعيده في عيد الفطر او في عيد الاضحى يضحكون، يقول عندهم فقط يوم عيد النار فقط زرادشتيه، يعني ما لهم علاقه بالله، بس هم عندهم مشروع لتصدير المخدرات لتصدير على اساس الثوره الايرانيه، ما هو جنوب لبنان بصف اسرائيل ويقولون هذا موجود، يعني ممثلهم حسن نصر الله، ما هي ايران موجوده المقاومه، او حسن نصر الله الحليف الابن البار لولي السفيه في ايران يقول نحن اصدقاء لاسرائيل بافلام فيديو موثقه. يعني لذلك عمار وغير عمار، عمار بالنسبه للعراقيين الان اضحوكه صار، يعني هو لص، يسموه لص الكراده، لص الكراده خارج وداخل، يعني تكفي القاعة اللي مساحتها ألف لإيواء آلاف المعوزين من أبناء مذهبه هو الشيعة، حتى لا يقول السنة. وبعدين أكو شيء أثرته أنت جدا جميل، الإمرأة العراقية أمنا الغالية اللي أقبل جبينها وأقدامها اللي انتخت بالعراقيين من أبناء جنوب القلب من الناصرية، بعض الناس استهجنوا ما هي انتخت أبناء وطنها، لأنه أحد أسباب نجاح هذه الثورة المباركة أنه داست على هذا النفس الطائفي اللي حاولوا أن يزرعونه خلال 16 سنة، وهو مشروعهم الوحيد للبقاء. يعني أنت تلاحظ دائما من 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 تصعد الهوية العراقية، من تصعد الروح العراقية، من تصعد المواطنة العراقية بالقصائد والكتب والأغاني والأناشيد، رأسا يشتغلون على جانب الطائف. جوكم البعثية، جوكم الغربيه، جوكم ابناء داعش، والناس الجنوب يستهجنون. لذلك استاذ علي، حتى اخدمك في شغله معينه، اكو ميليشيات في هذه الاخبار، يعني الاخبار المتواتره من مدينه الناصريه، اكو سيده فاضله اسمها ام حيدر الطائي، على منصات التواصل الاجتماعي يعني انتخت باهل الرمادي لمسانده اخوانهم المتظاهرين في الناصريه، الميليشيات على مود النخوة انتخت داهموها أستاذ علي، داهموا بيتها للسيدة أم حيدر الطائي. نعم، شفت أختنا وأمنا وعزيزتنا أم حيدر، شفت هذا قبل ساعة شفت، وحقيقة انتابتني حالا من البكاء، لأنه هم بلا رجولة، من يتهجم على بيت امرأة، هؤلاء بلا رجولة وبلا شرف وبلا انتباء، دولة مرتزقة، معظمهم لا ينتمون ولا يحملون حتى شرف المواطنة والشرف الأخلاقي اللي يمتلك أي إنسان. هي انتخت العراق بالمناسبة، حتى نكون أكثر إنسانيين. هي انتخت العراق، وأجمل ما كتب صديقنا الشاعر وليد الخشماني في قصيدة يمكن أبكت كل العراقيين من انتخت، وقصيدته كانت كلها نداء للشعلان أبو الجون ونداء للشيخ ضاري. يعني احنا العراق ناخذ تجاوزنا هاي المسائل، هم الان في النزع الاخير صدقني، يعني ممكن يزيد مشهد القتل. واكو شيء مهم انا اريد اكد عليه بهذا اللقاء الرائع اللي يشاهدونه الان العراقيين في داخل العراق وخارج العراق. انا بعد الخطبه الماضيه نبهت ووثقت، واعتقد في احدى لقاءاتي اكدت عليه، قلت لكم انتظروا يا عراقيين مشاهد من الموت الجماعي، لأنه في خطبة الكربلائي الجمعة الفائتة، حتى نأكد عليها، في خطبة الكربلائي بين قوسين قال انتبهوا لانهيار الدولة. أي دولة يا كربلائي اللي تتحدث عنها؟ ما أنت واقف على منبر ابن رسول الله سيد الشهداء الحسين، واقف في 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 حضرة إمام الزهد علي، هذا اللي كان يخجل أن يرفع عينه بعين سائل أو متسائل أو صاحب حاجة. أي دولة تتحدث عنها؟ تتحدث عن دولة الميليشيات، عن دولة الفساد، عن دولة المخدرات، عن دولة الكريستال، عن دولة الاعتقالات، عن دولة لا تعليم لا كهرباء لا ماء. استحوا شوية، لأنه أنتم أوصلتوا العراقي لمرحلة أن يبصق على عمائمكم وعلى أحزابكم وعلى زعمائكم كلكم. طيب، يعني كلكم لا أستثني أي حزب شارك بهذا عملية الاحتلال
العراقي، لا استثني اي حزب، لان يعني كلكم شاركتم في قتل الهويه العراق، هويه العراق والمواطنه العراقيه واحرار العراق. ولكن اقسم بشرف هاي الامراه اللي انتخت، كل العراقيين راح يطالبون بمحاكمتكم، محاكمتكم حد فلس، اي فلس سرقتوه واي روح عراقيه زهقتوها خلال هاي السنوات، مو فقط ثوره تشرين. احنا نطالب بالقصاص من شهداء سبايكر والصقلاويه والموصل والبيجي وكل مدن العراق. نعم. والكراده ولحد الدامي والاربعاء الدامي والثلاثاء الدامي كلها، وشبابنا اللي غرق في بين بالموصل. اليونان وتركيا كان يبحث عن وطن، كلهم ذولا لازم ناخذ قصاصهم باسم طيب. العراق باسم الانسانيه. طيب استاذ علي، انا تاخرت عن الاستاذه ذكرى، ساعود اليك ان شاء الله في وقت لاحق. استاذه ذكرى، يعني لو نيجي على مثال شيوخ العشائر، طبعا كان بعض شيوخ العشائر موقفهم مشرف حقا، مثلا على سبيل المثال الشيخ حسين علي خيون العبودي او العبودي، اسف شيخ اذا كنت ذكرت العبودي ام العبودي، هو احد شيوخ عشائر محافظه ذي قار، توعد القوات الحكوميه والميليشيات بالرد على الجرائم اللي ارتكبتها بحق ابناء مدينه الناصريه، لانه هذا التصريح ورد بعد ما صرح قائد شرطة ذي قار، قال قائد شرطة ذي قار بأنه أكو قوة مسلحة دخلت المحافظة دون علم شرطة المحافظة. هذا انتخب الشيخ حسين علي خيون العبودي، لكن سؤالي موضوع دخول بعض من شيوخ العشائر الشرفاء على خط التظاهرات زاد من زخم التظاهرات، أعطى فد عامل إيجابي أكثر للمتظاهرين سد ذكرى؟ يعني ارى الان حضرتك قلت ان الحكومه متخوفه من، يعني نرجع لاصل سؤالنا، يعني متخوفه من وحده العراق. انا ارى الان العراق بيت واحد وقلب واحد، العراقيين كلهم قلب واحد، الشرفاء منهم فقط، لا يعني استثني بعض الشخصيات اللي هي شطت عن القاعده حقيقه، لكن العراق واحد متحاب. جاءت الحكومه ببعض المسميات مثل الديمقراطيه وغيرها وغيرها والتكنوقراطيه، ارادوا ان يركبوا موجه السياسه، ارادوا ان يستغفلوا الناس بهذه المصطلحات، وفعلا حاولوا من خلال ميليشياتهم، من خلال كل من عنده مجموعه من الميليشيات، ان يفرقون هذا البلد بنظام انه فرق تسد، يعني فرقوا ذلك حتى يتسيدون على رؤوس الناس على المجتمع، وحتى يمشون كلامهم حتى يكون المجتمع متفرق. وفعلا هذا اللي مرينا به الآن، أصبحت عندنا صحوة لأنه اكتشفوهم حقيقة، المجتمع اكتشف هذه الشخصيات وهذه الأحزاب إنها مندسة، إنها مفرقة للشعب العراقي. الشعب العراقي شعب عشائري حقيقة، يعني إحنا لا نستطيع أن نستغني عن العشيرة، يعني دائما نحن نقول، أنا من الناس أقول فلان عشيرتي، أنا أتفاخر بعشيرتي. نعم. لأنها عشيرتي قوية ولها جذور تاريخية ولها وقف في ثورة العشرين حقيقة، فنحن نتبهى، إحنا أولاد عشائر، لم نخرج من حائط كما يقول المثل، نحن خرجنا من صلب عشيرة، من صلب أجداد أقوياء لهم وقفات ولهم كلام. فهذه المواقف الرجال العشائر حقيقة موقف مشرف، يعني الرجل العبودي الشيخ العبودي موقفه كان جدا مشرف، وأيضا أعطوا قوة، يعني سند لأولادهم، أنه عندما هبت العشائر يعني واجهت الحكومة وقالت لهم في حالة قتل أولادنا نحن راح نسحب سلاح بوجهكم، سلاح حي ونضربكم لكم، لأنه إحنا ذول أولادنا وما نقدر نستغني عنهم. فحقيقة كانت هذه تقوية للمتظاهرين، وبنفس الوقت أيضا يعني أثبتوا موقفهم للشيوخ العشائر عكس ما كان ذاك الزمن، ذاك النظام، أن الشيوخ العشائر ناس مهزوزة وناس يعني مرتزقة، وأيضا يعني شلون يركضون وراء من يكرمهم. بالعكس الرجال العراقيين الشيوخ العراق هم يعني رجال صناديد أقوياء، لهم كلمتهم ولهم موقفهم المشرف، وهذا ما بدر من العبودي وغيره من الشيوخ العشائر. طيب أستاذ علي، يعني القضية العراقية خاصة دماء الشهداء غالية على العراقيين أنفسهم. أريد أخذ رأيك في مسألة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قالت راح أقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي على مود الانتهاكات اللي حدثت في العراق. نجي على المواقف الدولية، الخارجية الأمريكية طالبت من المسؤولين بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، طيب الخارجية البريطانية
يعني أدانت استخدام العنف. الخارجية الألمانية أعربت عن صدمتها الشديدة إزاء العنف اللي تمارسه الحكومة ضد المتظاهرين. الخارجية الفرنسية أيضا تدين الاستخدام المفرط للقوة. منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة بوقف القمع بحق المتظاهرين السلميين. لكن أكو البعض يقول لك إحنا ما نعول على المواقف الدولية، إحنا المواقف المحلية تكفي. يعني المتظاهرين اللي خرجوا هم يعني وحدهم نقدر أن نوصل صوتنا. البعض الآخر يقول لك لا، خلي تكون القضية قضية التظاهرات قضية دولية. تعتقد أن يجب تدويل القضية أم لا نعول كثيرا على المواقف الدولية أستاذ علي؟ نعم، لا الحقيقة يعني احنا مهم جدا ان العالم يسمع صوتنا، يعني مو يعني هو بالمناسبة كلها مرتبطة بالعهر. استاذ علي مو على مدى 16 سنة ما سووا شيء، يعني ما قدموا للعراق، بالعكس يعني ظلوا يعني متفرجين ما قدموا شيء، وبالتالي الشعب العراقي ما يعول عليهم كثير. انا هذا المفصل اللي اريد استفهمه من حضرتك. لا هو انا أكد عليك شيء حقيقة. نعم، انه كل هاي السنوات العراقي كان يعني فاقد الامل بدعم المجتمع الدولي. احنا ليش نبحث عن المجتمع الدولي الدولي؟ الحقيقه احنا ليش ما نتحدث عن المجتمع العربي؟ يعني الدول العربيه، يعني الجامعه العربيه موقفها كلش مخزي. يعني احنا اللي وقفنا مع الثوره المصريه، الثوره التونسيه، الثوره، يعني كل الثورات اللي صارت بمنطق يعني الانتماء للإنسان، لقضايا الإنسان العربي وليس الحكومات. الآن عند نشاهد يعني بعض المواقف من بعض المثقفين ومخجلة جدا، يعني وهي راح تسجل تاريخ، لأنه العراقي أبدا كان صاحب نخوة وانتماء كل الأوجاع اللي تحدث بالوطن العربي. الممثلة الأمم المتحدة، ممثلة الأمم المتحدة بعد زيارات الحقيقة هي كانت تعتمد على قرارات تأتي بالاتفاق، لأنه هي على علاقة سابقة وانفضحت في باختصار. أستاذ علي الوقت أدركنا، باختصار لو سمحتم، آسف للمقاطعة طبعا، باختصار أنا أعتقد استمرارنا إحنا أصحاب حق، وبالمناسبة نعول على الأصوات الحرة في العالم، ولكن المجتمع الدولي في نهاية المطاف سيقف مع الشعب العراقي. أريد أسجل رسالة أخيرة إذا تسمح لي. أريد أسأل سيد ذكرى وبعدين أرجع لك. سيد ذكرى بأقل من دقيقة، شنو بعد استقالة عبد المهدي، شنو القادم برأيكم؟ سيد ذكرى معنا؟ ما زلتي معنا سيد ذكرى؟ طيب يمكن فقدنا الاتصال، آسفين جدا. أستاذ علي أريد أختم وياك. عادل عبد المهدي يعني كل المؤشرات تشير إلى أنه مجلس النواب راح يقبل باستقالة عادل عبد المهدي، شنو الخطوات الجاية من قبل المتظاهرين؟ لازم شي يسوون؟ أنه يصرون على استقالة الرصاصات الثلاث، الرئاسات الثلاث، نعم، ونصف العملية السياسية، وتدخل الأمم المتحدة بإقامة حكومة إنقاذ وطني من قلب الأحرار، من نفس الأحرار، والعراق ولاد وبكفاءات وبوطنيين، وإقامة حكومة انتقالية وبعدها تصير انتخابات لأحرار العراق. وكل هاي الوجوه الكالحة من أحزاب وعمائم وزعماء ورئاسات ثلاث وبرلمانيين كلهم ينتظرون قصاصهم. اللي كان إيده شريفة ونزيهة ياخذ حقه، واللي شارك بقتل وسرقه اموال للعراقيين والدماء اللي زهقت خلال هاي السنوات سيحاكم، ومكانهم القصاص. العراق سيبقى. واختم فاقول، اتعلموا او كنت لا تعلموا بان جراح الضحايا فموا. على ذكر الجراح وعلى ذكر الشهداء، انا اقول للناس المتظاهرين وأيضا ذوي الشهداء، لا تنقهرون، لأنه يعني عاش المقتول ومات القاتل. يعني الناس اللي ينقهرون على ضحاياهم هم عايشين، لكن اللي انقتل بحق وحقيقة هو القاتل وليس المقتول. مشاهدينا الكرام،
أتقدم بشكر الجزيل في نهاية تغطيتنا هذه إلى الكاتب والمخرج المسرحي من مالمو الأستاذ علي ريسان. شكرا جزيلا أستاذ علي. وأيضا تحياتي وشكري إلى الأستاذة ذكرى عبد الصاحب الناشطة المدنية من بغداد. الشكر موصول لحضراتكم أعزائنا المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.